بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. النادي الأهلي وتونس، النادي الأهلي والأندية التونسية ودائما الصراع حول الزعامة الأفريقية. النادي الأهلي في بدايته مع البطولة الأفريقية من 82 وأول بطولة دوري أبطال أفريقيا حرزها النادي الأهلي، كان طريقة الصراع على الزعامة كان مختلف. كان هناك أندية أشانتي كوتوكو و الأندية غرب أفريقيا، أيضا كان الصراع مع أفريكا سبورت من ساحل العاج، ودخل بعد كده الهلال السوداني، وكان من قبله الإنجلبير فريق زئير اللي تحول بعد ذلك إلى مازيمبي الكونغو. ولكن في الآونة الأخيرة مرورا ببداية الألفينيات والنادي الأهلي تحول الحوار الأفريقي والمنافسة الأفريقية دائما تأتي ما بين تونس وجنوب أفريقيا. في بعض الأحيان أندية تونس تكون متفوقة، في بعض الأحيان تكون أندية جنوب أفريقيا، ولكن في الآونة الأخيرة الحوار ما بين أندية مصر والنادي الأهلي خاصة والأندية التونسية. شفنا نهائي 2004-2005 أمام النجم الساحلي التونسي، نهائي 2006 أمام الصفاقسي التونسي، نهائي 2007 أمام النجم الساحلي التونسي، 2008 دخل نادي القطن الكاميروني، ولكن الحوار دائما مصري وتونسي. في بعض الأوقات تخش جنوب أفريقيا آخر ثلاث سنين بعد الثورة ما جاءت في تونس وأيضا في مصر، كان النادي الأهلي دائما متواجد. على مدار كل هذه السنوات النادي الأهلي دائما متواجد في الزعامة الأفريقية، حتى في 2014-2015 النادي الأهلي حصل على الكونفدرالية الأفريقية كأول نادي والنادي المصري الوحيد اللي حصل على هذه البطولة. فريق النجم الساحلي مع مديره الفني الفرنسي أوبير فيلود صراحة ما هوش فريق سهل، طريقة لعبه مشابهة بحد كبير جدا طريقة لعب النادي الأهلي، مش بس عشان كسب نادي الأهلي طرابلس الليبي، ولكن هو فريق متوازن حتى في الدوري التونسي، على الرغم أنه هو مش في الصدارة مثل الترجي، ولكن عنده من العناصر دايما بيلعب على تقدم الباكات، سواء اللاعب حمدي نقار أو اللاعب علي البريكي من الجبهة اليمنى والجبهة اليسرى، عنده اللاعب خليل بنجورة لاعب الغيني ولاعب أحد اللعيبة الدوليين حتى في بعض الأوقات في المنتخب الغيني، طبعا في الأمام عمرو مرعي وموزع الألعاب حمزة الأحمر، هم دول العمود الفقري لفريق النجم الساحلي. كابتن حسام البدري خد قرار صح جدا ودعمه في مجلس إدارة النادي الأهلي بالبقاء في تونس أكثر وقت ممكن وعدم العودة إلى مصر ثم الذهاب إلى تونس مرة أخرى لضيق الوقت، لأنك هتلعب إن شاء الله يوم الحد الجاي أمام النجم الساحلي في تونس، فده كان من القرارات اللي كانت مهمة جدا وأيضا من القرارات اللي بنحيي فيها مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة المهندس محمود طاهر اللي برضو كان خد قرار جريء بوجوده في تونس ورئاسة بعثة النادي الأهلي أمام الترجي، خد قرار جريء على الرغم من الأزمات اللي كانت مشحونة في الفترة الماضية، ولكن هو شال كل هذه الضغوطات على بعثة فريق النادي الأهلي وكان أكثر من داعم. والصراحة المشهد اللي شفتوه مشهد الجميل بتاع جمهور النادي الأهلي اللي كان في ملعب رادس في تونس، وقد إيه كانت رسالته واصلة للاعبته روح الفلنة الحمراء اوعوا تنسوها. خلينا نقول إن النادي الأهلي كابتن حسام البدري اليوم إدى كده يوم ترفيهي، جولة ترفيهية إلى حد ما لزيارة معالم تونس. تونس من الدول اللي ساحلية تعتمد أكثر شيء على السياحة على البحر الأبيض المتوسط. زي ما حضراتكم شايفين الجولة نجوم النادي الأهلي كابتن سيد معوض، الكابتن أحمد أيوب وباقي أعضاء الفريق، أدي لعيب في الفريق السولية و اللاعب ميدو جابر، كريم ندفد، صالح جمعه. منظر البحر ساعات بيفصلك، يعني لو كنت انت مشحون عندك العديد من الاشياء في حياتك مجرد انت بس تقول دايما ما بينك وبين نفسك انا عايز اروح اشوف البحر، فكان قرار مهم. ادي البسمه وابتسامه هشام محمد، ابتسامه نجيب واحد من نجوم النادي الاهلي اللي ما بياخدش حقه، بنقول كده في اللغه الدارجه اندر ريتد، لعيب دائما موجود لما بتحتاجه تلاقيه في اي زنقه تلاقيه، فحاجه مهمه جدا. ادي مؤمن زكريا ونظره البحر الابيض المتوسط، مدينه تونس طبعا وبلد تونس الصراحه من البلاد الجميله، بلد شقيقه عربيه،
بنحيي طبعا كل المسؤولين هناك على حسن الاستقبال، وهو يعني بيلاقوا نفس المعامله هنا في بلدهم الثاني مصر. فكان قرار مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي اللي كمل تمرينه اليوم، والكابتن حسام البدري قسم التمرين على مجموعتين، مجموعه شاركت بصفه سريعه دي وليد ازارو وحوارات اكيد على الفيسبوك والسوشيال ميديا مع اقاربه بقى وحبايبه في المغرب، كل بيحاول يديله الدعم. ادي اللاعب حسين السيد وافراد الجهاز الفني في النادي الاهلي. فالكابتن حسام البدري قسم مجموعتين، مجموعه اللي لعبت فريق مباراه الترجي كامله، طبعا كان ليها تمرين خاص في جزء كبير جدا استشفائي. المجموعه اللي لم تشارك كان عندها تمرين هاي انتنستي او حمل عالي، بحيث ان هو الكابتن حسام البدري يعادل الحمل اللعيبه اللي لعبت مع اللعيبه اللي ما لعبتش، بحيث ان الفريق لما بيستكمل تمريناته يبقى الفريق كله بنفس المستوى الكفاءة البدنية عشان يبتدي يجهز للقاء المقبل، لقاء فريق النجم الساحلي اللي ذكرت لحضراتكم عمرو مرعي والشرميكي وخليل بنجورة معاهم حمزة الأحمر والظاهري الأجناب، هم دول عنوان فريق النجم الساحلي. خلينا نقول النادي الأهلي تخطى عقبة الترجي ولكن لم يفز بالبطولة، وده الكلام اللي قاله المهندس محمود طاهر واللي قاله الكابتن حسام البدري واللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ. التفاؤل موجود، تخطينا عقبه مهمه جدا بعد ما كان النتيجه الاولى في القاهره كانت الى حد كبير ما هياش ايجابيه، تعادلنا بهدفين مقابل هدفين، ولكن الكل وحتى التوانسه كانوا متوقعين ان الافضليه كانت في تونس، ولكن نسيوا ما هو النادي الاهلي، نسيوا تاريخ النادي الاهلي، نسيوا عنوان النادي الاهلي انه لا يعرف المستحيل. ملف اتقفل بتاع ماتش الترجي التونسي بافراحه بانجازاته بكل ما جاء فيه، ولكن الكابتن حسام البدري قال انا هدرس السلبيات اللي احنا وقعنا فيها، بعض النقاط اللي احنا بنحاول نعالجها عشان نستعد فريق النجم، فريق النجم من الفرق الكبيره واللي ما بيقلش عن فريق الترجي التونسي، بل بالعكس من الفرق القويه جدا اللي لازم نعمل لها الف حساب. ده كان عنوان النهارده النادي الاهلي وبدايه استعداداته للنجم الساحلي. الصراحه يعني فريق يستحق انك تديله حسابه، يستحق ان انت لا تفرط في التفاؤل كثيرا، لانك لو نزلت فاكك في ملعب النجم الساحلي في سوسه هيبقى الامور صعبه جدا، وشفنا ما حدث امام الاهلي الليبي والنجم الساحلي والتفوق بهدفين مقابل لا شيء، وكانت عرضيه من الجانب الايمن وحطها من اللاعب الجانب الايمن في فريق الترجي التونسي حمدي نقار، وحطها عمرو مرعي، والناحيه الثانيه نفس الشيء برضو عرضيه من الجانب الايسر وعمرو مرعي حطها هدفين بدماغ. عمرو مرعي من الفراوده الكويسين الاقوياء اللي برضو شيء يحسب له انه ثبت اقدامه في فريق النجم التونسي وعلى المستوى المحق الافريقي ايضا بيجيبه بيحرز اهداف. خلينا نروح لخبر اخر ولازم نقف معاه وقفه مهمه جدا. النادي الاهلي بيطعن على قرار اللجنه الاولمبيه المصرية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي. طبعا هنبتدي بمضمون الخبر أن تقدم النادي الأهلي بطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار النظام الأساسي الاسترشادي هو النظام الأساسي للنادي الأهلي، وده أمام مركز التسوية والتحكيم المصري. وتسلم مركز التسوية والتحكيم المصري صباح اليوم طلب الأهلي اللي تعدد بسداد جميع الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل تنفيذ القرار رقم 88 ل 2017 بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم المصري. وهنا في موضوع مهم جدا، إن ثلاث حاجات بتبين لك العك وتخليك تبص للعجب ودايما تندهش في كيفية إدارة المؤسسة زي اللجنة الأولمبية المصرية للرياضة اللي من المنوط بيها إن أنت تنهض وتبتدي تحقق نتائج وتجيب نتائج كويسه لكل الانديه والاتحادات المصريه. لما انت تطلع لائحه استرشاديه وتطلع تقول فيها او تطلع قانون وتطلع تقول فيه يا جماعه اللي عنده اي مشكله معايا انا عندي مركز تسويه وتحكيم، ومنذ انساء هذا القرار واصدار هذا القرار اللي انت ما درستوش جيدا طلعت وقلت اللي عايز يشتكيني هيشتكيني في مركز التسويه والتحكيم بتاعي. ولما النادي الاهلي اللي نادى مرارا وتكرارا
وانا عايز اروح لمركز التسويه التحكيم اللي حضرتك قلت عليه، مفيش اي رد ولم يكن اصلا في الحسبان، ومحدش انشاه، ومحدش عمل اي حاجه، مفيش اي خطوات. حتى كل اعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه، سواء كابتن حماده المصري، سواء الاستاذ جاسر رياض، سواء سامح مباشر، اللواء سامح مباشر، وكل اعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه، طلع لك مفيش حاجه اسمها اصلا تسويه تحكيم، وما سمعناش حاجه عنه، زي ما سمعناش حاجه عن اللائحه الاسترشاديه ومرت علينا مرور الكرام. طيب دلوقتي النادي الاهلي لما قال انا هذهب للجنه الاولمبيه المصريه، فجاه هوب على طول اتعملت المركز التسويه والتحكيم المصري، ويطلع المهندس هشام حطب اليوم في احد التصريحات يقول لك بص اصل النادي الاهلي الموضوع دوت ممكن ياخد وقت، فالوقت ده هيبقى موعد الانتخابات، فالنادي الاهلي هيضطر يعمل انتخاباته على اللائحه الاسترشاديه اللي احنا حاطينها له. طب هنا يا باشمهندس هشام حطب، انت فجاه معلش كده يعني فجاه فوجئت وصحيت من النوم لقيت ان في انتخابات والنادي الاهلي هيبقى محتاج ان هو يخش هذه الانتخابات باللائحه الاسترشاديه بتاعتك اللي هو بيشتكيك فيها لمركز التسويه والتحكيم اللي سيادتك لم تنشئ ولم تاخذ اي خطوات به، على الرغم ان انت اعلنت ان انا بعمل لائحه استرشاديه وجميع الانديه لازم تلتزم بيها في حاله عدم اكتمال النصاب وشددت و و و الى ذلك، وفي الاخر ما عملتش لجنه التسويه والتحكيم اللي حضرتك هتبقى انت رئيسه وهتبقى خصم وحكم. طب ده كلام؟ طب ده كلام مين يصدقه ولا مين يفهمه ولا مين يفهم الكلام دوت ويبص كده ويفكر بعقله ويشوف ان 12 او ان 15,000 اهلاوي ذهب الى الجمعيه العموميه للنادي الاهلي الاجتماع الخاص وادلى بصوته، و45 قاضي موجود قدام حضراتكم اهو، وراح ادلى بصوته، وحضرتك في الاخر ما خدتش اي خطوات الا دلوقتي عشان تيجي تقول دلوقتي النادي الاهلي ما عندوش وقت ان يبت في هذا الامر مركز التسويه والتحكيم، احنا لسه عاملينه، فالنادي الاهلي مش هيلحق ياخد حقه الا بعد الانتخابات. طب انت كده بتتعنت وانت كده بتجبر النادي الاهلي انه يخش انتخابات بمزاجك انت. طب لاني مصلحه؟ طب ايه اللي هيفيد الرياضه المصريه في هذا الشان؟ طب انت سيادتك طلعت لائحه لم تسترشدها و قلت ان انا هنشئ مركز تسويه تحكيم ما عملتوش الا دلوقتي، طب النادي الاهلي ذنبه ايه؟ حضرتك عندك خطوات مش متذاكره، مش معده جيدا، ليه النادي الاهلي يفرض عليه انه يتبع خطواتك الخاطئه؟ طب النادي الاهلي مذاكر كويس، النادي الاهلي دائما بيعد نفسه كويس عشان يخش اي موضوع، النادي الاهلي عنده خبراء بيسالهم، حضرتك ما سالتش ليه؟ ليه دلوقتي حضرتك فجاه عملت التسويه والتحكيم وفجاه لا اصل النادي الاهلي لازم يعمل انتخاباته وكده كده لو ما لحقش هيبقى اللائحه الاسترشاديه. ده كلام لا يصح. ده كلام باين ان في تعنت، وحضرتك اللي حاطط نفسك في موقف عليه علامات كثيرة جدا من الاستفهام. هل ده أمر شخصي؟ هل ده توجه لأشخاص؟ هل ده حضرتك تقصد بيه فعلا الارتقاء بالرياضة المصرية بهذا التعنت اللي ما فيهوش أي مرجعية ولا قانونية ولا حتى منطقية ولا أي شيء؟ هنا علامات استفهام كثيرة لم يتم الرد عليها حتى الآن إلا بحاجات وهمية وحاجات في المطلق. وللأسف إذا كان الحاضر والمستقبل للرياضة المصرية بهذا الشأن فما تنتظروش حاجة، لأن واحد زائد واحد في أي حتة في العالم بتساوي اثنين. للأسف إحنا في مصر بنعرف نخليها تساوي ثلاثة وتساوي أربعة وتساوي خمسة، على الرغم إن المنطق والعقل بيقول إنها بتساوي اثنين، مفيش حد بيقول إنها بتساوي ثلاثة إلا دلوقتي. أنا بعمل لائحة وما بعملش مركز تسوية وتحكيم، وفجأة هو عامل مركز تسويه وتحكيم قبل موعد الانتخابات اللي انا محدده بشهرين او شهر ونص. بصراحه الواحد عمال يدور على اي سبب منطقي يقف فيه مع المهندس هشام حطب في اي قرار هو بياخده،
وما بيلاقيش، غير ان تعنت غير منطقي وغير عادل. النادي الاهلي يبحث عن الحق، وحضرتك حتى الان يا مهندس هشام حطب لا تعطي النادي الاهلي حقه، ولكن الاهلي قادر انه ياخد حقه بكل الاجراءات القانونيه، وسيذهب الى التحكيم الدولي اذا تكرر هذا السيناريو المتعنت من قبل اللجنه الاولمبيه المصريه الغير مباشره. النادي الاهلي بيواجه النجم الساحلي يوم الاحد المقبل بسوسه. خلاص تقرر الاتحاد الافريقي لكره القدم، اعلن ان اليوم الاحد القادم هو موعد لقاء الذئاب. وايضا كابتن سيد عبد الحفيظ بيطلع ويصرح ان لقاء الاياب هيبقى يوم 22 اكتوبر المقبل باذن الله. ملعب سوسه هيقام عليه اللقاء يوم الاحد المقبل ان شاء الله، وهيبقى 1 اكتوبر على ملعب سوسه في تونس. وهكرر لحضراتكم ان خلاص تقرر لقاء العوده يوم 22 المقبل في ملعب برج العرب بالاسكندريه. خليني اكمل مع حضراتكم ان كابتن سيد عبد الحفيظ عاد من سوسه بعد ما كان بيعمل سكاوتنج او متابعه هو كابتن احمد ايوب المدرب العام نادي الاهلي كابتن سيد معوض لمباراه النجم الساحلي امام الاهلي الليبي في لقاء اياب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، عشان يشوف ابرز العناصر اللي اتكلمت فيها مع حضراتكم، طريقه لعب فريق الاهلي فريق النجم الساحلي التونسي، وايضا الاهلي الليبي لانه كان قادر انه يفوز ويتاهل. فكان الكابتن سيد عبد الحفيظ مع كابتن احمد ايوب وكابتن سيد معاذ بيعملوا سكاوتنج، بيعملوا زي متابعه لفريق لهذه الفرق عشان يعملوا تقرير للكابتن حسام البدري بكل ما يعني النقاط اللي ذكرتها لحضراتكم، عشان الكابتن حسام البدري يدرسها جيدا مع الفيديو ويبتدي يعمل محاضراته للاعبين. الكابتن احمد ايوب قدم التقرير اللي شافه في لقاء النجم الساحلي والاهلي الليبي طبعا بعد ما خد راي كابتن سيد معوض وكابتن سيد عبد الحفيظ. والنادي الاهلي ما شاء الله في موضوع الورك جروب او انه يشتغل كمجموعه واحده في الاخر بتؤتي ثمارها في ان الكابتن حسام البدري ياخد ابرز القرارات واصح القرارات. قدم الكابتن احمد ايوب التقرير المفصل وابرز النجوم اللعيبه وطريقه اللعب لفريق النجم الساحلي والمدير الفني الفرنسي، كيفيه لعبه وطرق لعبه وطريقه الاداء، الجوانب الخططيه، الجوانب الفنيه، الجوانب البدنيه، كل ده ضمن التقرير المفصل اللي قدمه الكابتن احمد ايوب للكابتن حسام البدري. كابتن سيد عبد الحفيظ هو الاخر بيصرح ان مواجهه النجم تختلف تماما عن مواجهه الترجي، طبعا بعد ما شاف اللقاء اللي ما بين الاهلي الليبي والنجم الساحلي التونسي اللي اقيم في تونس، الكابتن سيد عبد الحفيظ طلع وقال ان مواجهه النجم تختلف تماما، طريقه لعب النجم الى حد كبير تختلف عن طريقه الترجي، نوعيه اللعيبه، طريقه الاداء، حتى الاداره الفنيه الفرنسيه لفريق النجم الساحلي تختلف عن فريق الترجي التونسي، والاجواء في ملعب سوسه تختلف عن ملعب رادس، وانه بيقول ان فريق النجم فريق جيد ويمتلك لعيبه على اعلى مستوى، ومدرجات ملعب النجم بتبقى قريبه جدا من الملعب، وده بيبقى بيسبب حاله ضغط على اللعيبه، ولكن لعيبه النادي الاهلي دائما قادره على تخطي الصعاب. دكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي بيصرح ان وليد سليمان جناح النادي الاهلي جاهز لمواجهه النجم الساحلي. وليد سليمان كان اصيب في لقاء الترجي التونسي باحد الكدمات، ولكن الدكتور خالد محمود قال ان وليد سليمان تماثل للشفاء بعد ما كان عنده كدمه في الحوض اثناء مباراه الترجي، واضاف ان وليد دلوقتي شارك في مران اليوم الاثنين بصوره طبيعيه بعد تجاوزه الاصابه، موضحا ان اللاعب تلقي علاجا مكثفا. وليد من اللعيبه اللي عندها حلول، وليد من اللعيبه اللي تفرق مع اي فريق، لعيب من اللعيبه اللي عنده قوه خططيه،
قوة بدنية، قوة تكتيكية، وعنده حلول تقدر تخلص لك أي لقاء، مراوغات واحد ضد واحد وليد بيقدر يعدي منها، تسديدات قدم يسرى مش بس بتسدد، لا دي بتشوفه وبتتكلم، حاجات كتير جدا، بيعرف يحرز أهداف، بيعرف يشتغل شغل جماعي، بيعرف يغطي دايما على الباكات، ما بيكشفش أحمد فتحي في العديد من المواجهات، ونفس الشيء لو لعب على الجانب الايسر كان درع حامي الى علي معلول. وليد من اللعيبه اللي ما تستغناش عنها، وطول ما هو وجود بخبراته وامكانياته بتبقى مطمئن للعيبتك، وده الكابتن حسام البدري دايما لما بيعتمد على وليد في المواجهات الكبرى دائما وليد بيبقى عند حسن الظن. هكمل كلامي مع حضراتكم، ولاعيبه النادي الاهلي اللي تمثلوا للشفاء ايضا وليد ازارو والدكتور خالد محمود بيقول انه تلقى علاج مكثف والعديد من الادويه عشان يبقى جاهز لمواجهه النجم الساحلي يوم الاحد المقبل. وليد ازارو كان جاله شد في الخلفيه، وليد من اللعيبه اللي بتجري كتير، ازارو بيجري كتير جدا، معدل جريه عالي، معدل الجانب البدني عنده ما شاء الله على اعلى مستوى، سريع وخفيف وبيقدر يحط نفسه في المواقف اللي بيوصل ليها الى المرمى، عنده بعض المشاكل في الناحية التهديفية، ولكن في المجمل لعيب صغير مشروع مهاجم فذ، لعيب عنده خبرات بتقدر يناكش المدافعين، بيرهق، لعيب دايما مرهق للمدافعين وليد ازارو، وكان له دور كبير في لقاء الذهاب، حصل على ضربة جزاء واحرز هدف، وحتى على الرغم من الفرص اللي ضيعها ابرزها فرصة الانفراد، ولكن وليد بيحط نفسه في الموقف اللي يبقى مواجه فيه الى المرمى، سريع جدا، ودايما هتلاقي توجه وليد ازارو الى مرمى الخصوم. يحتاجه الكابتن حسام البدري كورقه من الاوراق الرابحه داخل الفريق، وان شاء الله زي ما قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق انه بيتماثل للشفاء سريعا بعد تعرضه للشد في العضله الخلفيه، وان شاء الله هيكون جاهز لمواجهه النجم الساحلي. النجم اللقاء مان اوف ذا ماتش للقاء الاهلي والترجي علي معلول بيعود مره ثانيه لتمرينات النادي الاهلي بعد ما خد فتره اجازه صغيره عشان يشوف عيلته في تونس. معلول من اللعيبه اللي اثبت نفسه بشكل كبير، لعيب من اللعيبه الدوليه عنده خبرات كبيره جدا، وعلى الرغم من الاحباط اللي جاله في الشوط الاول لانه كان احد الاسباب، كل بيخطئ وجل من لا يسهو في كره ضربه الجزاء الاولانيه اللي احرز منها الخميسي الهدف الاول للترجي التونسي، ولكن عاد مره اخرى واستعاد مستواه. المحاضره التاريخيه للكابتن حسام البدري بين الشوطين ايضا عادت معلول الى التالق بشكل كبير، ويحسب له شخصيه معلول انه يرجع نفسه بل بالعكس ويكون صانع لهدف ومحرزا للاخر. معلول من اللعيبه اللي صراحه الصفقات المهمه جدا اللي استطاع ان يحصل عليها النادي الاهلي، وان شاء الله يكون خير داعم للجبهه اليسرى امام النجم الساحلي في اليوم الاحد المقبل باذن الله. نروح لمجموعة النادي الأهلي في كرة اليد. الاتحاد الأفريقي لكرة اليد أجرى قرعة البطولة الإفريقية للأندية المقرر إقامتها في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 21 وحتى 31 أكتوبر المقبل. القرعة أصدرت على وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية الحمامات التونسي وفاينز الكاميروني، هيرتج الكونغولي والاهلي طرابلس الليبي، اما نادي الزمالك المجموعه الثانيه الى جانب انديه وداد سمارة المغربي، الاتحاد الليبي وريد ستار الايفواري وفونكس الجابوني. المجموعه الاولى ضمت انديه الترجي وكيميان الكونغولي وفاب الكاميروني والجيش الرواندي، ويعد الاهلي هو بطل البطوله في نسختها الماضيه بعد ما تفوق على الترجي التونسي بنتيجه 26-23 في المباراه النهائيه بعاصمه بوركينا فاسو وجدوجو. السفير المصري في تونس نبيل الحبشي اللي بنقدم له كل صراحة الشكر للمجهود اللي بيقدمه مع بعثة النادي الأهلي في تونس، بيحذر جمهور النادي الأهلي من الشماريخ، بيقول إن هذه الأمور محظورة في تونس، وبيحس الجمهور إنه يلتزم بالتشجيع المثالي اللي قدمه في لقاء رادس أمام الترجي التونسي، وكان خير داعم لفوز النادي الأهلي على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف. مرة تانية بنشكر سيادة السفير على المجهود الكبير اللي قدمه مع
بعثه النادي الاهلي. ودايما سفراء مصر صراحه ما شاء الله في كل مكان بيقدموا كل الدعم لكل الانديه المصريه، وهو ده المردود اللي مطلوب منهم لان هم فعلا سفراء لام الدنيا مصر. كمل كلامنا لكن هذه المرة مع المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر هكتور كوبر، وبيعلن القائمة المحلية المنتخب اليوم واستعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل المرتقبة في الجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة كأس العالم بروسيا 2018. من المقرر هيبدأ منتخب مصر معسكره في الأول من أكتوبر المقبل استعدادا للمباراة على أن يصل لاعبين المحترفين تباعا لتكتمل القائمة في المعسكر قبل يوم 3 اكتوبر. لعيبه الاهلي هتنضم على يوم 3 اكتوبر لان بعد العوده من لقاء النجم ان شاء الله هيكون يوم الاحد يرجعوا الاثنين، هيبقى في فتره راحه مع اسرهم وهيبقى تجمعهم مع المنتخب المصري يوم 3 اكتوبر. اغلبيه لعيبه المنتخب فيه لعيبه كتير ما شاء الله من النادي الاهلي، ودائما وابدا النادي الاهلي كويس، منتخب مصر كويس. برضو خلينا نقول ان في توابع فوز النادي الاهلي على الترجي التونسي هو اقاله المدير الفني فوزي البنزرتي بعد الهزيمه امام النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء الاياب لدور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا، وده توابع اللي يطلع يقول الاهلي يعني انجازات الاهلي تنتهي بعد اعتزال ابو تريكه، وادي اللي بيجي على الاهلي ما بيكسبش. ايهاب لهيطه مدير المنتخب الوطني قال ان المدير الفني هكتور كوبر لم يطلب ضم عمرو مرعي لاعب فريق النجم الساحلي. المدير الفني هكتور كوبر عنده قوام، هذا القوام مختار عناصره بقاله فتره، هو ما بيجددش كتير، مش من النوعيه اللي بتغير كتير في قوامه حتى اذا كان في لعيبه جديده بتنضم لمعسكر المنتخب، ولكن القوام من سواء 18 لعيب او 15 لعيب ما بيخرجش منهم تشكيلة فريق المنتخب مصر في فترة تولي هكتور كوبر. هو بيحافظ على قوامه والمدربين الأولد فاشن، الأولد فاشن اللي في سن هكتور كوبر وطريقة هكتور كوبر، مش عايز أقول إن هي طريقة قديمة إلى حد ما، ولكن في هذه النوعية بيبقى صعب عليه جدا لأنه بيبقى نمطي إلى حد كبير في طريقة الأداء وفي القوام. وخلاص قرب اقتراب موقعة الكونغو مش هيدي للمدير الفني كوبر انه ياخد ريسك او ياخد مخاطرة انه يدفع بدماء جديدة داخل المنتخب. وقال الكابتن ايهاب لهيطة ان كل مباراة لها حساباتها، وان تألق عمرو جمال في بيدفست وايضا عمرو مرعي ده حاجة كويسة جدا، ولكن المدير الفني له اختياراته. نروح للدوري الانجليزي الانجليش بريمير شيب، وارسنال النني يتفوق على ويست بروم حجازي في مواجهه مصريه في الدوري الانجليزي. فريق الارسنال اللي بيلعب فيه محمد النني صراحه النني عمل واحده من افضل مبارياته، عوده النني ادت لفريق الارسنال حيويه في نص الملعب، ادت لفريق الارسنال جاهزيه كبيره جدا، النني معدل جري رائع. النهارده اقل نوعيه من الميس باس ابتدى يعمل باصات للامام، دي دايما كل مكان في الملعب تلاقي محمد النني بيدي حلول لزملائه سواء ان هم يمرروه او ان هو يغطي عليهم في الناحيه الدفاعيه. يعود النني، يعود الارسنال للانتصارات، يفوز بهدفين مقابل لا شيء، الهدفين احرزهم اللاعب الفرنسي الكسندر لاكازيت اللي الهدف الاول كان من كره عرضيه احرزها بعد متابعه برأسه، والهدف الثاني كان من ضربة جزاء أحرزها. الهدف الأول كان في الدقيقة 20 والهدف الثاني في الدقيقة 67. صراحة حجازي مع فريق ويست بروم لم يظهر بالمظهر الرائع أو المظهر الجيد في هذا اللقاء. حجازي بيلعب مدافع وصراحة أدى هو كمان بشكل جيد، ولكن فرقته ما ساعدتوش إنه يعني فريق ويست بروميتش كان متكتل بشكل كبير جدا أمام فريق بيلعب كرة هجومية، فريق عنده مسعود أوزيل، عنده اللاعب أليكسيس سانشيز، عنده لاكازيت، عنده العديد من الحلول الدفاعية، ولكن لما تتكتل أمامه دفاعيا أكيد هتستقبل شبابك أهداف. خلينا نقول إن أرسنال الآن في المركز السابع برصيد 10 نقاط،
وفريق ويست برومش ألبيون في المركز ال 12 برصيد 8 نقاط، وده حاجه مهمه جدا وحاجه مطمئنه الى نجمنا حجازي اللي ظهر في الصوره وبيلعب بشكل اساسي، ان فرقته ان شاء الله تستمر في بقائها في البريميرشيب. خليني برضو اقول لحضراتكم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الصداره برصيد 16 نقطه ولكن فارق الاهداف، تشيلسي في المركز الثالث برصيد 13 نقطه، وتوتنهام في المركز الرابع برصيد 11 مقاسمه مع ليفربول محمد صلاح اللي هتكلم عليه في الخبر الجاي. جماهير ليفربول في الدوري الانجليزي الانجليش بريمير ليج مش الانجليش بريمير شيب زي ما قلت في الخبر الماضي بتطلق على صلاح اغنيه جديده. محمد صلاح اخذ الاضواء، محمد صلاح استطاع انه يكون هو الداعم الاساسي والمحرك الرئيسي لهجوم ليفربول. محمد صلاح مش بس سرعه، مش بس مهاره، مش بس اهداف، ولكن اصبح له شخصيه داخل فريق ليفربول، وادي مع حضراتكم جمهور فريق ليفربول اللي عمل له اغنيه جديده وبيقولوا فيها ان اشتريناه من روما بيطير من الجناح ولما بيجيب اجوان كل الجمهور بيغني صلاح صلاح، اسمه مو صلاح. خلينا نسمع جمهور ليفربول بيقول على ايه على مو صلاح. إن شاء الله يغنوها لصلاح في اللقاء القادم أمام نيوكاسل في الأسبوع المقبل من الدوري الإنجليزي. كل الأمنيات لصلاح، كل الأمنيات للنادي الأهلي بالتوفيق في موقعة سوسة أمام النجم الساحلي. ده كان آخر أخبارنا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.